أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. طيب أنت تتهم، طبعا أنا أخاطب ملحد وهمي يعني، لا أخاطب شخص محدد. أقول لهذا الملحد الذي أفترض وجوده أمامي الآن، أقول له أنت تتهم النبي أنه أرهب اليهود والنصارى وذبحهم إلى آخره. طيب ثم يقول لك إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، أنت تهمك التي تلقيها ضد هذا النبي تقتضي أن يقول إن هذه التوراة كتاب عنف وأرهاب وأنا كذا 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 هكذا، أما أن يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. كلام واضح أيها الأحبة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. البصمة الإلهية واضحة في هذا الكلام أحبتي في الله، البصمة الإلهية. الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل والزبور والفرقان، يجب أن يمدح بكتبه. يعني أنا مثلا، ولله المثل الأعلى، أنا لدي كتب، ألفت كتبا، لدي 4 أو 5 أو 10 كتب، هل أعتز بهذه الكتب أم أنكرها؟ فالكلام القرآن إذا كان صادرا من إله واحد يجب أن يمدح كتبه. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. هنا الأحبار استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، ولكنهم لم يحفظوا كلام الله، حرفوه متعمدين، حرفوا التوراة متعمدين، والنصارى حرفوا الإنجيل متعمدين. وقلنا ذات مرة هناك أكثر من عالم من علماء اللاهوت في أمريكا أثبتوا التعمد في التحريف وليس الخطأ، لأن طريقة التحريف متعمدة واضحة، حذفوا عبارات تجدها في مخطوطات، في مخطوطات أخرى تجد عبارات معاكسة تماما لها، واضح التحريف المتعمد والتزوير. القرآن الكريم كل مخطوطات الدنيا واحدة، هناك فقط قضية القراءات، قراءات القرآن التي هي أقرب ما يكون كما نقول اليوم، يعني هي لهجات، أوجه، خلاف بسيط جدا جدا جدا. يعني مثلا والضحى والليل إذا سجى، في قراءة والضحي والليل إذا سجي، فقط إمالة. مالك يوم الدين، في قراءة ملك يوم الدين، عبارة عن يعني لنقول مالك وملك، معنى المعنى العام واحد ولكن أعطاك اتجاهين. بالفعل الله هو مالك يملك يوم الدين وهو ملك يوم الدين، أعطاك يعني القراءات تضيف معاني جديدة لا تتناقض. لا يوجد كلمة واحدة، نتحدى أن يأتون بكلمة واحدة في القرآن كله فيه زيادة أو نقصان، إلا في يمكن موضع موضعين، وأن الله هو العلي الكبير، القراءة الأخرى وأن الله العلي الكبير من دون هو، وهذه هو للتأكيد لا تغير المعنى إطلاقا. يعني 1400 سنة، أنا لدي جدول سأعرضه إن شاء الله في يعني لقاء قادم عن القراءات القرآنية وكل الاختلافات، أنا رصدتها. ويمكن أنا دعوني الآن إذا وجدت هذا، طبعا قبل أن يعني لكي لا يتشتت موضوع تعليق الأخ الفاضل هنا، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء،
أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقي القرآن الكريم هو الكتاب الخالد، لم يتكفل سبحانه وتعالى بحفظ التوراة والإنجيل إلى آخره. تمام. إذن أيها الأحبة، الله عز وجل حفظ القرآن لأنه حجة إلى يوم القيامة وآخر الكتب، لا يوجد كتاب بعده. لو كان هناك رسالة بعده، طيب سؤال، لماذا لم تظهر رسالة بعد الإسلام؟ ما هو الكتاب الذي نزل؟ طيب كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيكون خاتم الأنبياء؟ أعطوني اسم نبي واحد ظهر بعد النبي، نبي واحد غير مسيلمة الكذاب وغير هؤلاء، يعني نبي واحد فقط أعطوني، لا يوجد. وإذا ظهر من يدعي أنه نبي سيكذبه الناس ولن يستطيع نشر دعوته إلا في نطاق ضيق جدا. إذن كيف علم النبي أنه سيكون خاتم الأنبياء يعني في ذلك العصر؟ لا يستطيع أحد أن يتخيل أن أنه سيكون آخر الأنبياء، لأنه يعلم أنه سيموت، لا يدري قد يأتي بعده من يكذب ويصنع دينا آخر، لأنكم تقولون أنه هو الذي صنع هذا الدين، الذي يصنع الدين ويكذب، يجلس ويؤلف ويكذب وكذا وكذا. فكيف علم أنه لن يستطيع أحد بعده أن يكذب نفس الكذبة مثلا؟ كيف علم؟ إذن هذا دليل على أن النبي واثق مما يقول، دليل على أن الله هو الذي علمه، هو الذي أنزل، هو الذي قال له، هو الذي أخبره أنه خاتم النبيين، وإلا هو من أين يعلم بهذه المعلومة؟ إذن هذا دليل أيضا. الملف هنا الذي يعني سأعرضه سريعا، ولكن سنخصص حلقة إن شاء الله كاملة عن هذا الموضوع، عن اللهم صل على سيدنا محمد، عن موضوع القراءات. يعني أنا الآن جاءت مناسبة موضوع التحريف، يعني أنا هنا أيها الأحبة دعوني أعرض لكم فقط، سأقوم بمشاركة هذا الملف على الشاشة. أنا وضعته مع أخي العزيز الدكتور عادل صبور، هنا أيها الأحبة وضعت الاختلافات، لأن الملحدين صدعوا رؤوسنا حقيقة وهم يقولون هناك اختلافات في القراءات، وهناك اختلافات في كذا، وهناك اختلافات في كذا. أنا فقط أحببت أن أتأمل معكم هذا الملف. انظروا أيها الأحبة، في سورة البقرة الآية 116، وقالوا، لنذهب هنا عبر البرنامج فقط إلى الآية 116 من سورة البقرة، فقط لأقول لكم يعني فعلا مسكين من يعتقد أن القرآن محرف، مسكين حقيقة. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. في قراءة حرف الواو هنا، هذا الواو غير موجود، هذه الواو غير موجودة في قراءة قالوا اتخذ الله ولدا. والآية 132، ووصى، في قراءة وأوصى. ما شاء الله على هذا التحريف، إذا كان هذا تعتبرونه تحريفا للقرآن، كارثة. إذا كانت عقولكم تتقبل أنه بعد 1400 سنة سورة كبيرة مثل سورة البقرة، كل الذين حاربوا الإسلام استطاعوا أن يضيفوا حرفا، وأين هذا الحرف؟ الواو في وقالوا، وأوص الألف في ووصى أو وأوصى، وهو المعنى ذاته تقريبا، يعني المعنى ذاته. ما الفرق بين وصى وأوصى؟ وكلا القراءتين موجودة، يعني هذه القراءة موجودة وهذه القراءة موجودة أيها الأحبة. يعني أنا أعجب
من شخص. هذه الخلافات موجودة في سورة البقرة على فكرة، اختلافات الرسم يعني سورة كبيرة جدا من سورة البقرة، وخلال 1400 سنة استطاع المحرفون أن يحذفوا حرف واو فقط، هو لم يحذفوا، هي قراءة أخرى أيها الأحبة. يعني لدينا نحن مثلا 10 قراءات، قراءة قالوا اتخذ الرحمن ولدا، قراءة أخرى وقالوا، وهنا يعني أوجه إعرابية فقط وإلا المعنى واحد. يعني هل مثلا هناك مصحف يقول اتخذ الرحمن ولدا كحقيقة؟ يعني هل هناك قراءة تقول أن الله له ولد؟ هذا هو التحريف، عندما تقحم في الكتاب فكرة متناقضة أو فكرة تريد أن تغير فكرة، هذا هو. طيب ووصى، دعوني فقط أقرأ هذه الآية أيها الأحبة، الآية 132 من سورة البقرة، ماذا تقول؟ يقول الله سبحانه وتعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني. طيب دعوني فقط أعرض الآية من البرنامج أفضل، يعني ولو أخذنا بعض الوقت هنا أيها الأحبة. هذه الآية واضحة، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هنا أيها الأحبة كلمة ووصى في قراءة أخرى وأوصى، والقراءتان متواترتان النبي صلى الله عليه وسلم وموجودتان ويقرأ بهما، ما هي المشكلة؟ أين التحريف؟ التحريف أن تأتيني بنسخة قديمة فيها نص، ثم تأتيني بنسخة أخرى فيها نص مختلف، وكل جماعة تنكر. يعني لدينا نحن في طوائف النصارى مثلا منهم من يتبع كتاب مقدس معين، وطائفة أخرى تتبع كتاب مقدس آخر، وتجد أن هناك اختلافات بين هذا الكتاب وهذا الكتاب، وهذه الاختلافات متناقضة، كل يدافع عن فكرة محددة على فكرة، بينما المسلمون جميعا 2 مليار مسلم الآن على وجه الأرض متفقون على هذه القراءات، على قراءة ووصى وقراءة وأوصى، والمعنى واحد. طيب بالله عليكم، الذي أراد أن يحرف القرآن، يعني أخاطب أنا الملحدين، يعني كل هذه المئات السنين القرون الطويلة 14 قرن استطاع المحرفون أن يضيفوا حرف ألف وجاء في كلمة كلمة تعطيك نفس المعنى اللغوي، وأوصى بها إبراهيم، هل هذا منطق؟ هل هذا تحريف؟ ونحن نتحدث عن سورة من سورة البقرة، سورة كبيرة جدا. طيب دعوني أيها الأحبة أعود للملف الذي وضعته، وسأخصص إن شاء الله حلقة كاملة لهذا الموضوع. دعوني أذهب معكم هنا إلى سورة مثلا سورة المائدة. أنا لدي كلمتين سورة المائدة أيها الأحبة، سورة كبيرة جدا، سورة المائدة كبيرة جدا. طيب هل يعقل الذي أراد أن يحرف فقط هنا أضاف حرف الواو أو حذف حرف واو مثلا وأبقى القراءتين؟ طيب يرتد ويرتدد في قراءة أهل المدينة والشام، يرتد ويرتدد، ما هو الفرق؟ هو المعنى واحد. يعني هذا الذي أراد أن يحرف بالله عليكم، يعني بعد 1400 سنة جاء لهذه الكلمة وأضاف لها حرف دال، يعني تعتبرون أن هذا تحريف؟ والله هذا يثبت أن القرآن كلام الله أيها الأحبة. يعني انظروا دقة القرآن، 1400 سنة لم يستطيعوا تغيير حرف واحد، حتى الحرف الذي
يعني إذا اعتبرناه تحريفا هو أضاف معنى جديد وموجود، كلاهما موجود، يعني القراءة هذه موجودة وهذه موجودة وهذه من عند الله وهذه من عند الله. القراءات هدفها إضافة معاني جديدة. ثم أعطوني كتاب يقرأ على 10 أوجه، أتحدى الآن، أعطوني كتاب لشكسبير، لأي مؤلف في اللغة العربية أو الإنجليزية أو أي لغة أخرى يمكن أن نقرأه على 10 أوجه. لا يوجد. القرآن له 10 قراءات، وكل قراءة لها راويان، يعني 20 رواية. أعطوني كتاب يقرأ على 20 وجه وبالنتيجة تأخذ المعنى ذاته. لا يوجد. يعني هذا يضيف معنى أو دليل إضافي على أن القرآن كلام الله أيها الأحبة. يعني هنا مثلا في سورة المائدة الآية 54، دعوني أذهب فقط إلى البرنامج، إلى برنامج إحصاء القرآن، دعوني فقط أبحث عن الآية 54 في سورة المائدة. الآية 54 في سورة المائدة هنا أيها الأحبة. نذهب هنا إلى سورة المائدة الآية 54 هنا أحبتي في الله. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. هذه الآية رقم 54 من سورة المائدة. سورة المائدة سورة طويلة جدا. يعني هذا الذي أراد أن يحرف سورة المائدة جاء إلى هذه الكلمة. والله هذا عالم لغة يعني على فكرة. هذا الذي حرف عالم في اللغة، اختار كلمة يرتد وكتب يرتدد. ما الفرق؟ هو أضاف معنى جديد وأبقى هذه القراءة موجودة. نقرأ بها في مصحف مثلا أهل المدينة والشام، وأبقى هذه القراءة في مصحف الكوفة وكذا ومكة وكذا، وبقيت القراءتان، وأضاف وجه لغوي أو بلاغي أو نسميه إعرابي جديد، والمعنى واحد. هذا ليس تحريفا، هذا إعجازا أيها، هذا إعجاز، إعجاز. طيب الآن أين يوجد كتاب يقرأ بهذا الشكل على 10 أوجه؟ لا يوجد. إذن أيها الأحبة، هذا الكلام الذي نقوله دليل على أن القرآن محفوظ برعاية الله. أنا سأستعرض فقط لكي لا يعني أترك تساؤلات لدى البعض، سأستعرض معكم الملف بسرعة. هذا هو الملف أحبتي في الله، هذا هو الملف. سورة البقرة فيها كلمتان، وقالوا قالوا ووصى وأوصى. سورة آل عمران كلمتان، وسارعوا سارعوا، والكلمة الثانية والزبر والكتاب المنير، هنا وبالزبر وبالكتاب، والمعنى واحد لا يتغير. سورة النساء كلمة، قليل قليلا فقط، والمعنى وجه إعرابي متعدد. المائدة كلمتان، ويقول يقول، يرتد يرتدد. الأنعام لدي 3 كلمات. الأعراف تذكرون يتذكرون. وما كنا لنهتدي، هنا ما كنا لنهتدي في مصحف أهل الشام. قال الملأ، وقال الملأ في مصحف أهل الشام. يعني تجد الواو هنا أحيانا تجدها هنا، وهذه هذا وجه إعجازي جديد أحبتي في الله، سنتحدث عنه ونخصص له حلقات إن شاء الله، ولكن أنا لازلت أعمل على هذا الملف. إذن سورة الأعراف 4 كلمات، أنجيكم أنجاكم، يعني مرة بالياء مرة بالألف، والمعنى واحد، هي طريقة كتابة متعددة وليس تحريفا، انتبهوا أحبتي في الله، هذا ليس تحريف في القرآن، هذا تعدد أوجه الإعراب وأوجه الكتابة وأوجه، ويزيد أوجه الإعجاز. في سورة التوبة كلمتان فقط،
تجري تحتها، تجري من تحتها، يعني بالله عليكم هنا هنا فقط. في مصحف المصحف المكي مكتوب تجري من تحتها الأنهار، هنا تجري تحتها الأنهار. طيب هل هناك خطأ لغوي؟ لا. هل هناك معنى متناقض؟ لا. هل هناك تحريف؟ لا. هو معنى إضافي، القراءة أضافت معنى إضافيا لأنه كلام الله وكتاب فريد من نوعه القرآن، هو الوحيد الذي يقرأ بعشرة أوجه، لا يوجد كتاب آخر في الكون كله، لا باللغة الصينية ولا باللغة الهندية ولا الألمانية ولا اللاتينية ولا أي لغة أخرى، لدينا كتاب واحد يقرأ على عشرة قراءات أو عشر قراءات، لا يوجد غيره في الكون وهو القرآن. لماذا؟ لأنه كتاب فريد، فكل ما فيه فريد من نوعه، طريقة رسم كلماته فريدة، طريقة صف الكلمات فريدة، طريقة يعني تركيبة هذا الكتاب فريدة، لا يشبهه أي كتاب آخر، لأن الله ليس كمثله شيء، لأن صاحب هذا الكتاب ليس كمثله شيء، فالقرآن ليس كمثله أي كتاب. الآن في سورة يونس كلمة يسيركم في البحر، وفي قراءة ابن عامر وأبو جعفر ينشركم. ما هذا الجمال؟ جمال أيها الأحبة، دعوني أذهب للآية فقط، سورة يونس، وهو الذي يسيركم في البحر، في آية ينشركم في البحر، من الانتشار يسيركم من وبالفعل يعني تجد أن الله تعالى أعطى البشر قدرة على الانتشار والسير في هذا البحر. الحيوانات لا تملك ذلك، هل رأيتم قردا اخترع سفينة وركب البحر؟ لا، هي ميزة فقط للبشر. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، تكريم. إذن هذا الذي أراد أن يحرف جاء لهذه الكلمة، يعني كل آيات القرآن لم يلغي حد السرقة، يعني الذي يحرف بالمنطق يقول لك أنا سألغي حد السرقة، سألغي حد الحرابة، سألغي مثلا أشياء، يعني يضع أفكار من رأسه يضعها متناقضة. أما أنه يأتي لكلمة فقط يضع فوقها ثلاث نقط ينشركم وتعطي معنى جديد، وكلاهما موجود، يعني هذه القراءة موجودة وهذه موجودة. إذن هذا أيها الأحبة دليل، أنا أعتبره أحبتي في الله دليل مادي ملموس على أن القرآن محفوظ، كما قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. سورة الكهف فيها كلمتان منها منهما ما مكنني ما مكنني، هل هذا تحريف؟ أنا رأيت بعض المشككين على الإنترنت يقولون القرآن محرف وفيه كذا، طيب هل هذا تحريف بالله عليكم؟ طبعا هذا دليل يثبت أن الإسلام حق، هذا دليل يثبت خلال 1400 سنة كل الناس الذين اجتمعوا على الحرب على الإسلام استطاعوا أن يحرفوا هذه الكلمة بدل منها منهما، وكلاهما صحيح، هذا في سورة الكهف. في سورة الأنبياء أولم يرى ألم يرى، بالله عليكم ما هو الفرق؟ فرق وجه لغوي وإعجازي وبلاغي فقط، وإلا المعنى معنى أولم يرى الذين كفروا، في المصحف المكي ألم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، وكلاهما موجود والمصحفان موجودان. المؤمنون سيقولون لله، سيقولون الله كلمة، وهكذا أيها الأحبة. هذه هنا آخر اختلاف أنا لدي هنا في سورة الشمس، ولا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها في المصحف المدني والشامي، ما شاء الله على هذا التحريف. يعني أنا فقط أحب أن أخاطب كل إنسان يقول إن القرآن محرف، أقول له الذي أراد أن يحرف جاء لآية يقول الله فيها ولا يخاف عقباها، فبدل الفاء الواو بالفاء فقط، يعني
أصبح لدينا تحريف الآن، يعني بنظرك أصبح تحريفا هذا؟ هذا يثبت على أنه كلام الله. والله لو كان القرآن كلام بشر أو كلام محمد عليه الصلاة والسلام لوجدنا فيه الأعاجيب. ادخلوا إلى الكتاب المقدس وانظروا ماذا يوجد فيه، كوارث، كوارث أيها الأحبة. أنبياء تزني، تشرب الخمر، أنبياء تكذب، إله عاجز، شيء يعني يعني ماذا أقول، يعني لا أحب أن أنتقد عقائد الآخرين، ولكن التحريف يظهر. هذا ليس تحريفا أيها الأحبة، هذه وجوه إعجازية بلاغية إعرابية، هكذا أنا أنظر إليها. ومن أراد أن يقول إن هذا التحريف فليثبت ما الفرق بين ولا يخاف عقباها أو فلا يخاف عقباها. وجه إعجازي، يعني أنا أحيانا بعض الشعراء البلاغة أحيانا يستخدم حرف الفاء، في قصيدة أخرى يستخدم حرف الواو في نفس القصيدة، نفس القصيدة ولله المثل الأعلى. أنا لو أحب أن أستشهد بالشعر، ولكن وما علمناه الشعر وما ينبغي له. أحيانا الشاعر تجده يأتي بنفس بيت الشعر، مرة يضع ولا كذا ومرة فلا، مرة يضع معاني متقاربة يزين القصيدة، وهذا التزيين لكلام الله سبحانه وتعالى. إذن مجموع الكلمات أيها الأحبة، هذه الكلمات انظروا، يعني أنا لدي هنا 1 2 3 4، أنا جمعتها بحدود 63 كلمة، بحدود 63 كلمة تقريبا في القرآن كل هذه الكلمات، سأمررها، البقرة آل عمران، يعني بعد 1400 سنة كل ما يعني استطاع أن يحرفون به القرآن أنهم وضعوا في سورة الزمر كلمة واحدة من كل سورة الزمر، بدلا من أن قوله تعالى تأمروني، في المصحف الشامي تأمرونني، ما شاء الله على هذا التحريف. يعني إذا اعتبرتم هذا تحريفا، تأمروني، قل تأمروني أو تأمرونني، هذه أوجه لغوية واضحة أيها الأحبة.